أهلا بكم إلى النشرة الرياضية من موقع القدس دوت كوم. حقق المنتخب البرازيلي صاحب الأرض والجمهور فوزه الثاني على التوالي في كأس القارات بعدما تمكن من الفوز على المنتخب المكسيكي بهدفين دون رد، وافتتح المهاجم الشاب نيمار التسجيل للسامبا في الدقيقة 9 قبل أن يضيف جو ألفيز الهدف الثاني قبيل نهاية اللقاء بلحظات ليتأهل المنتخب البرازيلي للدور نصف النهائي. من جهته تمكن المنتخب الإيطالي من حسم تأهله للدور القادم بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب المنتخب الياباني بأربعة أهداف مقابل 3 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. وتمكن المنتخب الإيطالي من تعويض تأخره في الشوط الأول ليحسم نتيجة اللقاء في الشوط الثاني ويتفوق على المنتخب الياباني بأربعة أهداف مقابل 3. في أخبار اللاعبين، أعلن نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع المهاجم أندري كارول قادما من صوف ليفربول في صفقة تمتد لست سنوات. وتحتوي الصفقة خيارا لتجديد العقد لعامين آخرين في حال حقق اللاعب نتائج طيبة مع الفريق. أعلن نادي باليرمو الإيطالي عن تعيين لاعب خط وسط ميلان السابق والمنتخب الإيطالي جاتيزو مدربا جديدا للفريق، ليتولى جاتوزو مهمة إعادة الفريق للدوري الإيطالي الممتاز. ووقع جاتوزو الذي فاز كلاعب بعديد من الألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم عقدا مع باليرمو لمدة 4 أعوام مع إمكانية التجديد لعامين آخرين. أخيرا، ذكر تقرير إخباري أن نادي باريس سان جيرمان قد يقبل بالتخلي عن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لصالح النادي الإسباني ريال مدريد إذا ما قبل الأخير إقامة مباراتين وديتين والتنازل عن عائدهم المالي للنادي الباريسي. وبين التقرير أن نادي ريال مدريد لن يعلن رسميا عن مجيء أنشيلوتي قبل أن يجد باريس سان جيرمان مدربا بديلا له. نهاية النشرة الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.